السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. اليوم قاعدتنا بعنوان جمع المؤنث السالم. خلينا مع بعض نحلل العنوان. جمع حكينا دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. ليش؟ لأن المفرد يدل على واحد أو واحدة، والمثنى حكينا يدل على اثنين أو اثنتين، لكن الجمع أكثر من اثنين أو اثنتين. لكن اليوم جمعنا يدل على أكثر من اثنتين. ليش أكثر من اثنتين؟ لأنه مختص بالإناث. إذن جمعنا لليوم مختص بالإناث. سبق وأخذنا الجمع الذي يدل على أكثر من اثنين وهو جمع المذكر السالم. اليوم قاعدتنا هي جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو اسم. إذن هو اسم ليس فعل مقترن بزمن، مثلا فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، وليس حرف مثل حروف العطف وحروف الجر وإلى آخره. دل على أكثر من اثنتين، إذن مثل ما حكينا دل على أكثر من اثنتين لأنه مختص فقط بالإناث، الاثنين للذكور. إذن بزيادة ألف وتاء إلى آخره. إذن الألف والتاء أين تكون؟ تكون في نهاية جمع المؤنث السالم. خلينا نشوف مع بعض أمثلة. مؤمنة مؤمنات، طالبة طالبات، مهندسة مهندسات. ما التغيرات التي طرأت على الكلمات؟ إذا بتلاحظوا يا سادس عندي زيادة ألف وتاء مفتوحة وليست مربوطة إلى نهاية الكلمات. مثلا أنا عندي كلمة مؤمنة فقط أضفنا لها ألف وتاء في نهاية الكلمة. طالبة أيضا فقط أضفنا لها ألف وتاء إلى نهاية الكلمة. وأيضا مهندسة فقط أضفنا لها ألف وتاء في نهاية الكلمة. ملاحظة، يحول الاسم المفرد المؤنث، إذن الاسم المفرد المؤنث إلى جمع مؤنث سالم بزيادة زي ما حكينا ألف وتاء أين في نهاية الكلمات. إذن ألف وتاء في نهاية الكلمات دون حدوث أي تغيير على حروفه الأصلية الأولى. يعني ما بدنا نلعب بأي حرف من الحروف الأصلية وما بده يتغير أي حرف من الحروف الأصلية. مثل ما هي الكلمة بنأخذها وبنضيف إلها ألف وتاء، زي ما حكينا مؤمنة زي ما هي بنضيف إلها فقط ألف وتاء، مؤمنة مؤمنات. طيب خلينا يا سادس نأخذ مع بعض الحالات الإعرابية لجمع المؤنث السالم. يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة. يجر جمع المؤنث السالم بالكسرة. وينصب جمع المؤنث السالم أيضا بالكسرة. طيب بيتبادر لأذهانكم الآن إنه يا مس النصب دائما بيكون بالفتحة، طيب ليش هنا بالكسرة؟ لأنه جمع المؤنث السالم فقط ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة. ملاحظة هامة، اسم المفرد المنتهي بتاء يكون جمعه دائما جمع مؤنث سالم. مثلا حمزة منتهي بتاء إيش؟ مربوطة، لكن بدنا نحولها لجمع حمزات، فإيش صارت؟ جمع مؤنث سالم، اسم منتهى بألف وتاء. طلحة انتهت بتاء مربوطة، جمعها رح يكون إيش؟ إذا رح يكون جمعها جمع مؤنث سالم، طلحة طلحات. خلينا يا سادس نشوف الأمثلة ونعرب مع بعض. الطبيبات مخلصات في العمل. الطبيبات اسم وجاء في بداية الكلام، وكما قلنا أن الاسم إذا جاء في بداية الكلام ماذا يكون؟ أحسنتم، يكون مبتدأ، والمبتدأ دائما شو؟ مرفوع. طيب هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ علامة رفعه الضمة. ليش يا مس الضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، إذن دائما نذكر إيش؟ لأنه جمع مذكر سالم نذكر السبب.
طيب كيف عرفنا إنه جمع مؤنث سالم؟ أول إشي هو اسم وانتهى بألف وتاء، صح؟ هاي طبيبات، ألف وتاء، اسم وانتهى بألف وتاء. ومفرده طبيبة، مفرده يدل على أنثى، الطبيبة هي أنثى، والطبيبات مجموعة من الإناث الطبيبات، إذن هو جمع مؤنث سالم. صامت المسلمات شهر رمضان، طيب مين اللي صام؟ المسلمات، إذن المسلمات فاعل، والفاعل دائما شو بيكون؟ مرفوع، إذن فاعل مرفوع، مرفوع بشو؟ بالضمة. ليش بالضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. طيب كيف عرفنا أنه جمع مؤنث سالم؟ هو اسم وانتهى بألف وتاء، إذن ألف وتاء جاءت في نهايته. وأيضا مفرده المسلمة، والمسلمة إيش؟ مؤنث، دلت على أنثى، مسلمات مجموعة من الإناث المسلمات، إذن هو جمع مؤنث سالم. استقبلت المديرة المعلمات، مين اللي استقبلت؟ المديرة، إذا المديرة فاعل. طيب ماذا استقبلت المديرة؟ المعلمات، إذا نسأل عنه بماذا، هو إيش؟ مفعول به منصوب. طيب ركزوا معي، مفعول به منصوب، هل بالفتحة؟ غلط، لازم تنتبهوا معي إنه مثل ما حكينا ينصب بالكسرة، ينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة، إذن هو مفعول به منصوب بالكسرة. ليش بالكسرة؟ بنذكر السبب، لأنه جمع مؤنث سالم. طيب وكيف عرفت إنه جمع مؤنث سالم؟ المعلمات، مفردها إيش؟ أول شيء المعلمات هي اسم، كما قلنا انتهت بألف وتاء، مفردها شو؟ معلمة، والمعلمة إيش؟ دلت على مؤنث، لكن المعلمات دلت على مجموعة من الإناث، إذن هي جمع مؤنث سالم. أحضرت هدية للمتفوقات، لام حرف جر، متفوقاتي إيش راح تكون؟ اسم مجرور، اسم مجرور دائما بشو؟ بالكسرة. ليش بالكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. كيف عرفنا أنها جمع مؤنث سالم؟ زي ما حكينا، متفوقات هي اسم انتهت بألف وتاء، ومفردها متفوقة، ودلت على أنثى، المتفوقات دلت على مجموعة من الإناث، المتفوقات إذن هي جمع مؤنث سالم. طيب كيف نميز جمع المؤنث السالم من غيره؟ مثل ما تعلمنا يا سادس على طريقة، اللي هي بنغطي دائما على الأحرف الزائدة في نهاية الكلمة. إذا كانت كلمة صحيحة ولها معنى بذاتها فهي إيش؟ جمع مؤنث سالم. لكن إذا اختل المعنى ولم تكن صحيحة ولم تكن سليمة، إيش بتكون؟ ليست جمع مؤنث سالم. خلينا نشوف التطبيق مع بعض. أبيات، لو غطينا على الألف والتاء، غطوا معي، ستصبح أبي، فهي ليست لها أي معنى، وأيضا لم تدل على جمع مؤنث سالم، وأيضا ليست سليمة وليست صحيحة. طيب نبات، إذا غطينا على الألف والتاء ستصبح نب، هل نب لها معنى بذاتها أو هل هي صحيحة أو سليمة؟ بالطبع غير صحيحة وبالطبع غير سليمة، إذن هي ليست جمع مؤنث سالم. أصوات، غطوا معي على الألف والتاء، أصو، أصو، إذن هي ليست جمع مؤنث سالم، لأنها ليس لها معنى وليست سليمة وليست صحيحة. إذن نلاحظ أن هذه الكلمات ليست جمع مؤنث سالم. كيف نميز؟ زي ما حكينا عن طريقتنا، نقوم بإزالة الألف والتاء، بنقطع عليها من نهاية الكلمة، وننتبه إلى عودة الكلمات سالمة صحيحة ومفهومة دون أي تغيير. إذا لازم الكلمة تكون عندي صحيحة ومفهومة وإلها معنى بدون أي تغيير. طيب خلينا نشوف مع بعض ملاحظات هامة. جمع المؤنث السالم يعرب بالحركات، الضمة والكسرة، لا يعرب بالحروف زي ما حكينا بجمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، إذن هو بالحروف، لكن جمع المؤنث السالم يعرب بالحركات اللي هم الضمة والكسرة، وما لا يعرب بالحروف. اثنين، لا وجود لحركة الفتحة في جمع المؤنث السالم أبداً.
كيف؟ لأنه حكينا ينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة، ويجر أيضا بالكسرة، ويرفع بالضمة. إذن ما في عندي أي وجود للفتحة. ثلاثة، زي ما حكينا يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. خلينا يا سادس نحل مع بعض التدريبات الموجودة في الكتاب صفحة 43. واحد، استخرج مما يأتي جمع المؤنث السالمة ثم رد كلا منها إلى مفرده واكتبها في دفترك. كانت ساحة المدرسة تعج بالطالبات. باء حرف جر، الطالبات اسم مجرور صح؟ طيب، طالبات هي اسم وانتهت بألف وتاء ودلت على مجموعة من الإناث لهم الطالبات. شو رح يكون مفردها؟ الطالبة. إذن مفردها الطالبة. والمعلمات، واو حرف عطف، المعلمات إيش؟ رح يكون معطوف على ما قبله مجرور، وهي أيضا اسم وانتهى بألف وتاء ودل على مجموعة من الإناث اللي هم المعلمات. مفردها شو رح يكون؟ المعلمة. استعدادا لحفلة توزيع الشهادات. طيب، الشهادات مفردها رح يكون إيش؟ الشهادة، هي اسم وانتهت بألف وتاء ودلت على جمع المؤنث السالم. مفردها شو رح يكون؟ الشهادة. وقد أشرفت رائدة المرشدات على تنظيم الحفل. المرشدات هي اسم وانتهت بألف وتاء ودلت على مجموعة من الإناث اللي هم المرشدات. إيش رح يكون المفرد منها؟ المرشدة. طيب، اثنين، املأ الفراغ فيما يأتي بالكلمات المناسبة من الجموع الآتية. الكلمات، الأخوات، الحسنات. أيتها الأخوات. ليش الأخوات؟ أول سبب إنه ما بصير أحكي أيتها الكلمات أو أيتها الحسنات حسب المعنى. ثاني إشي، أيتها الأخوات. ليش أخوات؟ لأنه الأخوات جاءت هنا نعت. نعت إيش؟ مرفوع، مرفوع بالضمة لأنه إيش؟ جمع مؤنث سالم. طيب، وليش مرفوع؟ لأنه إيش؟ النعت دائما بيتبع حركة اللي قبله، أيتها، أيتو، حركتها الضمة، إذن اللي بعدها رح يكون إيش؟ مضمون. إن الكلمات اللطيفة. إن الكلمات، طيب إن حكينا هي من إن وأخواتها، هي حرف ناسخ تدخل على الجملة الإسمية، بتنصب الاسم وترفع الخبر. الكلمات رح تكون إيش؟ اسم إن. إذن إن الكلمات، كلماتي، تبع معي، اسم إن منصوب بشو؟ بالكسرة. أحسنتم. ليش؟ لأنه جمع مؤنث سالم. اللطيفة تؤثر في القلوب قبل تأثيرها في العقول، وقد تكون سبباً في كثير من الحسنات. من حكينا رح يكون حرف جر، الحسنات اسم مجرور بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ثلاثة، اجمع الكلمات الآتية جمع مؤنث سالما ثم ضعها في جمل مفيدة من إنشائك. الحجرة، المنعطف، الراية، الوردة، المنحدر، الساعة. الحجرة، الحجرات. طيب، الحجرة حكينا هي إيش؟ مفرد ومؤنث. الحجرات اللي هي رح تكون جمع، صح؟ جمع مؤنث سالم، لأنه خليناها إيش؟ تنتهي بألف وتاء مفتوحة. دخلت إلى حجرات المنزل الواسعة. إلى حجراتي، إذن حكينا حرف جر، إلى حجراتي اسم مجرور بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. المنعطف، المنعطفات. المنعطف أضفنا له ألف وتاء وأصبح إيش؟ جمع مؤنث سالم. يخفف السائق السرعة عند المنعطفات. ليش منعطفاتي؟ لأنه حكينا ظرف الزمان وظرف المكان دائما إيش يأتي؟ مضاف، واللي بعده مضاف إليه. إذن عند المنعطفات عند ظرف مكان وهو مضاف، المنعطفات مضاف إليه مجرور بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. الراية، الرايات. ترفرف الرايات في سماء البلاد. طيب، الرايات هنا إيش؟ فاعل. مين اللي بترفرف؟
الرايات، إذن فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم. الوردة، الوردات. سقت أختي الوردات الجميلة. طيب ماذا سقت أختي الوردات؟ طيب مين اللي بنسأل عنه بماذا؟ مفعول به، إذن هنا مفعول به منصوب، ولكن منصوب بماذا؟ بالكسرة. ليش بالكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. المنحدر، المنحدرات. تجنب الوقوف عند المنحدرات. المنحدرات ليش بالكسرة؟ لأنه مضاف إليه زي ما حكينا بعد ظرف المكان وظرف الزمان، وعند ظرف إيش؟ مكان. إذن مضاف إليه مجرور بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. الساعة، الساعات. هذه الساعات جميلة يا أبي. هذه الساعات، الساعات هنا جاءت بدل مرفوع بالضمة، ولكن البدل إن شاء الله ستأخذونه بالصفوف القادمة. الآن بهمنا أنها إيش؟ جاءت مرفوعة بالضمة، وهي جمع مؤنث سالم، هي اسم وانتهى بألف وتاء مفتوحة، وأيضا مفردها إيش؟ الساعة، وهي مؤنثة. الساعات جمع مؤنث سالم. وهيك بنكون كملنا حصتنا لليوم، إن شاء الله سنكمل في الحصة القادمة، ويعطيكم ألف عافية.